توقع المعهد الملكي للمسرحين القانونيين أن ترتفع أسعار المساكن في المملكة المتحدة حوالي 2% العام القادم مع تسجيل مكاسب في الأشهر القليلة الأولى من 2010 يعقبها ركود ثم تراجعات طفيفة في النصف الثاني من العام. وهبطت أسعار المساكن في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها في 5 أعوام في أوائل 2009، لكنها تعافت منذ ذلك الحين بنسبة 10 إلى 15% من أدنى مستوياتها، وهو ما يعني زيادة بنسبة 2.7% في 12 شهرا حتى نوفمبر.